يا إفدري فيدريشن مكربيت سدستانيا يبارلاما زمن هلتانيا متي سراغزيم هلتانيا مدبنيا قوائم باكايد بات بزاري ولوم يا سدست زونوچنا يا مسلي يوارداوش بهير بيرا سابوش يتاكاتتو بات يا دابو بيتوبيا هزبوش كلل بميل سيامي أسرو لتانيا كلل هونون دي دراج وساني استالال فون يا إيتوبيا مرج عبورد قدمو بدابو بهير بيرا سابوشنا هزبوش كلل ينورو ينبروم سدست زونوچنا يا مسلي يوارداوش يا كايدوتن هزبو ساني اسمل كتوم يا بوردو مكتل سبسابي أتو وبشتا يلم ريبورت تقربوال ريبورتو من نشاب مادرقم يمكر ويتو عبالات أستاي ستو بطال مرج عبورد يتكايدو تنهز بو سانيوش بقلل تنينت يمر رابطي دات يميدن نقسلمونو مانستوال بتلي يوالاي تاهز بو ساني غار تايزوم يتايو كفتتوچن مرج عبورد ككلل منقست غار تنابو يسر روسرا لوت يتابك توتال نيالوت لكلل منقستم بزي مدالي ويتار جنال تيم ملكة تنشاقالات مغار تنقاق رنال ينيا ميوست چكر مارم دالبن ماستاقل دالبن وستنال فيدرال يمنقست أكالات كاربا مكناجت بتلي مرمرا يبوليس نايفتا أكالات كاربا متبابرم بزيرا قصتاتي في السامو أكالات تتياكي لهم ولنم بغارا يسران كما توقيا كارتا تايزو يتفتري جيكر ستستوريا المولا متوقيا يازو مراجوش بمرجع تابية تقيم تولي مراجع درسا شوي بردو مراروش عندلائس لنبر مالت من مالت نو يمن لغر تنقاقر مفتدمو اما راج وديو اصلا لفو لأسفل صاميوش هنا اگر confusion بان لبت للو جم مراجوش مسكروشن امتطو مراج ازبن دقل الله يماتريك سرا وصنو اصلا لفو وكني جيتا مرتول يقرر بكر ريتاو چاندانو كاتاي بلند يقرر بطي يمنيهدو بيدتو سدمو تمرتو سدو ميكايرون اچو نزل بيراسو ميريت أسفتاميوغا من نبار بيراسو ميريت مانجست مواقوغا من نبار من الوسطن لنجنا بايل من ناس وو يرابر ديمقراسي تلك مسارات نوبلان من نوستن يتاكايدو هزبو ساني إتوبيا من يهل يا ديمقراسي لمن متلاين دالش ماسا يانو يالو تابالاتوم بهيداتو ياقات أموت وسن النتو چندوم ملكام تا مكروش لكت اي تمرت وستن بطالن بلوال يمن سانا وسرا بتنقاكي مسارات دالن من هولج ጉዳት የሚያደርስ ስራ እንዳይፈጸም ከሚቀጥሉ ለሚቀጥሉት ስራዎቻችንም ትምህርት መውሰድ የሚገባ ነው የሚሆነው የመጣውን ውጤት ከዛ አንጻር ሁላችንም ፖርቱጋል እኛ ጋር እንደ መንግስት ማለት ነው እንደ መንግስት እንደ መራጭ መራጭ ህዝብም ያለንበት ደረጃ የተሟላ ስራ መስራት የምንችልበት ደረጃ ስላልሆነ እየተማማምን እየተገነባባን የለወጥን የምንሄድበት ስለሆነ የተቋም ግንባታም በዚሁ ማክፈል የሚታይ ስለሆነ የመጣውን ውጤት እና የስራቸው ትጋት ምስጋና የሚገባው ስለሆነ ከዚህ በፊት ያልተለመዱ ልምምዶች የተካሄደበት ሪፈረንደም እኛ በቆየንባቸውና ባካሄድናቸው ምርጫዎች የለመድናቸው ጉዳዮች ስለነበሩ ከነዚህ ሁኔታዎች ተላቀቀን የዳበረ የዲሞክራሲ ባህል እንዲኖር ህዝቦች ነጻ ሆኖ ላመኑበት ጉዳይ የግል ውሳኔያቸውን ጭምር እንዲወስኑ የሚያግዙ ጉዳዮች ላይ ነጻ ሆኖ ምርጫ ቦርድ ለመምራት የሄደበት ርቀት ትምህርት የሚወሰድበት የምክር ቤቱ አባላት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያካሄደውን ህዝብ ወሳኔ በማስመልከት ያቀረበውን ሪፖርትና ያፈጻጸም ሂደትን ተከትሎ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄና አስተያየት አንስተው ለተነሱ ጥያቄዎችም የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለም ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተውበታል።